لماذا رفض لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو شراء هاتف آيفون لابنه جونيور؟ أهلا بحضراتكم في قناتي كل جديد حول العالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعتبر اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو من أشهر لاعبي كرة القدم في العالم، والذين عملوا بجهد كبير ليصل إلى النجومية والعالمية وإلى ما هو عليه الآن من شهرة، وهو يعرف أكثر من أي شخص آخر كيف يمكن أن يصل الإنسان إلى حلمه وأن يصنع نفسه بنفسه، وذلك بالإصرار والعزيمة القوية. كريستيانو رونالدو لم يكن طريقه مفروشا بالورود، حيث أنه نشأ في عائلة فقيرة جدا وكان والده مدمنا للخمر. يقول رونالدو في مقابلة تلفزيونية: لقد نشأت في عائلة فقيرة جدا، فمنذ صغري لم يكن لدي شيء، لا ألعاب ولا حتى هدايا عيد الميلاد. كنت أنام في غرفة واحدة بجانب شقيقي وشقيقتي، وفي الغرفة الأخرى ينام والدي ووالدتي. طفولة رونالدو الصعبة جعلته لا يدلل أطفاله وخصوصا ابنه الأكبر جونيور، بل أنه يقوم بتربيته تربية صارمة تقوم على العمل والانضباط. يقول رونالدو: يعتقدون أن كل شيء يأتي بسهولة في الحياة، المنازل والسيارات والملابس. أحاول أن أعلم ابني أن الموهبة وحدها لا يمكن أن تشتري له هذه الأشياء، بل العمل الجاد والتفاني سيحقق أحلامك. واختار كريستيانو رونالدو أن يعلم ابنه درسا في الحياة عندما اصطحبه ذات مرة للمكان والبيت الذي تربى فيه وذاق فيه طعم الفقر ومرارته، ليرسخ في ذهن ابنه جونيور أن حياة الرفاهية لا تأتي صدفة، وإنما عبر العمل والتضحية والمعاناة. وصرح رونالدو في مقابلة تلفزيونية أن ابنه جونيور صدم عندما شاهد المنزل الذي عاش فيه منذ صغره هو وقضى فيه طفولته وبقي مذهولا لفترة كبيرة. قال رونالدو أن ابنه خاطبه بعد دخوله غرفته في منزله القديم: هل بالفعل كنت تعيش هنا يا أبي؟ ولم يكن جونيور يصدق أن هذا المنزل هو منزل والده الذي يملك الآن ثروة هائلة. وصرح رونالدو سنة 2015 لمجلة ذا تايمز: من السهل أن تكون طفلا مدللا وكسولا ومزاجيا عندما تحصل على سرير كبير وأطعمة متنوعة وسيارات فارهة ومنزل كبير. يقول: ذات يوم طلب ابني أن أشتري له آيفون ولكني رفضت. قال لي أنه يريد الاتصال بي، لكنني أخبرته أنه يمكنك أن تستعمل هاتف جدتك لتتواصل معي. أردت أن أنقل له وأعلمه فكرة أنه ليس من السهل الحصول على أي شيء تريده. وأبرز رونالدو أنه أراد أن يعلم ابنه أن الرفاهية والسيارات والأموال لا يأتون صدفة، بل هناك عمل كبير ومعاناة وتضحيات كبيرة جدا وراء الحصول على كل هذه الأشياء. أرجو أن يكون الفيديو قد أفاد حضراتكم بمعلومة، وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة بإذن الله. أترككم جميعا في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.